معلش يا عم الدجال، احنا كنا جايين لك بس عارف عشان عارف تبين عشان اختك لابسها عفريت وعايزين نطلعه صح. الله اكبر. طب يعني مصلحتنا دي مقضيه بامر الله والعفريت ده هيطلع مقضيه ان شاء الله، بس الاول لازم نعرف اسم العفريت. وانا بالنسبه لي عملت اتصالات بالعالم التاني، عالم الجن، وعرفت اسمه. طب واسمه ايه يا مؤاخذة؟ خالد. خالد؟ العفريت اسمه خالد؟ ايوه. خالد على طول كده يعني مفيش عفركوش خالد او برتكوش خالد؟ يا ابني عفركوش وبرتكوش ده في الفانوس السحري. لو امر يا مصطفى. صح عندك حق، بس لا مؤاخذة يعني خالد ده احنا هنخرجه من اختنا ولا هنخرج معاه ولا ايه؟ مش هينفع يخرج من اختكم. مش هينفع اخرج من اختنا؟ ايوه. امال داخل عامل لنا فيها اندونيسي وايوه والسلام عليكم. لا 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 يا فخر، لا ما تجننش يا فخر. بس يالا انا بعرف اتعامل مع الناس دي. اسكت خالص. معاك بتاع يالا؟ قول لصاحبك يسكت بدل ما اسخطه حاجه وحشه. شايف؟ ابوس ايدك يا عم الدجال. خلاص بقى مش كل شويه. انا لما عملت اتصالات عرفت ان خالد اللي لابسها ده بيحبها. طيب في سكه مع خالد؟ ليه سكه طبعا. بس للاسف مش هينفع يخرج لكم. انتوا اللي هتخشوا له. هنخش له في اختنا؟ لا طبعا. اسمع يا ابني انت وهو. عشان اختكم تخف لازم تروحوا لخالد ده. تروحوا له العالم بتاعه. عالم الجن. لما تروحوا له هناك يرضوه. لا لا انا مش هعمل الكلام ده. انسى يا فخر خالص. اسمع طب نسمع. ده انا قاعد هنا خايف منه هو شخصيا. نسمع عايز نروح عالم الجن؟ انا مش هروح. انا كمان مش هنروح. ايوه ما انا بقول لك مش هنروح، وانا بقول لك نمشي دلوقتي. بقول لك ايه يا عم الدجال؟ احنا مش هنروح عالم الجن ده لا لخالد ولا لغير خالد. طب والسحاوي والفلوس ما هيموتكوا لما جبتوهاش. حي. هو ازاي بيعرف كل المعلومات دي من غير ما نقول له يا فخر؟ هتروح ولا ايه؟ هنروح يا عمنا. هنروح خلاص. انت اتجننت يا فخر ولا ايه؟ انا مش هروح انا عالم الجن برجلي. انا خايف يا فخر. انا بدات اتوتر. انا الخناقه جت لي يا فخر. خدوا الشنطه دي هتنفعكم هناك. لا مؤاخذه يا عمنا، شنطه ايه؟ واحنا طالعين عمره ولا هنروح عالم الجن؟ يا ابني بقول لك خدوها هتنفعكم هناك. طب معلش يا عم الدجال، واحنا هنروح عالم الزفت ده ازاي؟ عن طريق الكابينيه. كابينيه؟ ايوه. هي العفاريت دي لا مؤاخذه بتسكن فين؟ مش في الحمامات؟ العفاريت بتسكن في الحمامات؟ امال بتسكن في التجمع؟ انتوا الاثنين هتقفوا فوق الكابينيه وتصرخوا صرخه انثى وتروحوا دايسين على السيفون بالايد الشمال. اليمين لا. السيفون بالايد الشمال. اليمين لا. السيفون باليد الشمال. حاضر يا مولاي. اليمين لا. السيفون باليد الشمال. اليمين لا. انتوا متأكدين ان الراجل اللي كنتوا تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متأكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكلة ان السباكة في العمارة دي مش كويسة، فأنا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. أمال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر. بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكابينيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا انا مش هركب عربيتي تاني، انا هتحرك بالكابينيه بس. طب خدوا بقى شنطه الدجاله اهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتي لي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطه؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. يلا. لا يا حبيبي انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا وخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايز اخش الحمام. طيب يلا 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 بسرعه. يلا بسرعه. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع وانا هدوس. ماشي. تشكرين يا عم سيد يا ابو الاصول. تشكرين. مش قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي وانت بتصرخ صرخه انثى. ماشي. طب انجز طبعا عشان ننزل بسرعه. يلا 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 دوس. استنى استنى. طيب
يلا هصرخ. صرخ يلا. سيد، سيد انت كويس؟ الحقنا يا فخر، انا بغرق يا ابني. انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام، يبقى هنطلع في حمام. بس ما فيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول العلم والجن عشان تخوفنا. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده، اقول له ايه الدنيا. كابتن انسان انسان. ده عفريت بجد يا فخر، عفريت بقرون. يا نهار اسود، خدت بالك يا انا؟ ده خاف مننا. لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده؟ احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص؟ مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا. يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ اه. انت كداب يلا ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا، الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده. برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه. شنطه الدجال؟ اه. ما هو انا سبت شويه حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ لا لا يا عم بهزر عليك واحد. انا قلت بس اقول لك مفارقه لطيفه كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز. طيب ايه؟ انجز افتح لنا شوف لنا الشنطه دي فيها ايه؟ في كتاب اهو. اه حلو، ده اكيد هيفيدنا في وقت. حطه. ماشي. الحاجه دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي. وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف، ده غالبا عصير فراوله، وده عصير بنطلون جينز. الفرقه دي؟ لا ما هو مفيش فاكهه زرقاء فخر. ايوه صح عندك حق. هي الصراحه كانت مفارقه، بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر، احنا مش واقفين في حمام الفور سيزون، احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب يعني؟ اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما بقول لك، عندكم بني ادمين في الحمام. بني ادمين في حمامنا؟ دي حاجه غريبه قوي. اللي انا اعرفه ان احنا اللي بنطلع لهم في حماماتهم، مش هم اللي بيطلعوا لنا. لا اسمح لي، دول عيال عفاريت. ما هم ولا شياطين حمر ولا جن ازرق، لونهم ابيض، يبقى اكيد بني ادمين. ابيض؟ لا انت شكلك تقلت العيار حبتين، زودتها شويه. انا مراقبك من الصبح على فكره، وعموما انا هاجي معاك الحمام عشان اكد لك ان حمامنا نظيف ومطعمنا نظيف، ما فيهوش الحاجات دي. اتفضل. اتفضل. تعال 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 تعال، مفيش حاجه. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال واحد. عمر يا باشا، ما لمحتوش اي حاجه غريبه وانتوا في الحمام جوه؟ هو في اغرب من اللي احنا فيه ده؟ انت مش مستغرب؟ يستغرب ليه؟ ده عفريت، واحنا عفريت يا سيد. احنا لسه بنقول السلام عليكم. يا امك. حاجه غريبه زي ايه حضرتك؟ اصل الاستاذ بيقول ان في بني ادمين في حمامنا. بني ادمين؟ يمكن قصده علينا قبل ما ندهن. طب ما تكمل له الحكايه بقى، قول له على السحاوي وقول له على الفلوس واخواتنا وكل حاجه. زلت لسانك. زلت لسانك. خدني بس. طب اسكت يا سيدي. انا خايف، او خايف منه جدا. لو عييت هنا هيحرقوني. انا هتخنق. ما تتحياش، ما تتحياش خالص. لا يا باشا، هو الصراحة كان في بس حاجة غريبة، بس أنا اللي استغربتها هنا يعني على المكان النظيف ده. الشطاف كان بايظ شوية. شفت؟ يعني مفيش بني آدمين، الشطاف هو اللي بايظ. بعد إذنك ما تروجش إشاعات على مطعمنا، لو سمحت. اتفضل حضرتك على ترابيزتك. أعدم قرون شفتهم جوه. ما خلاص يلا اتنح أنت يلا. ما قال لك مفيش بني آدمين يا. امشي غور على ترابيزتك يلا. ماشي. ماشي. منورين يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ينفع نخش ندفع حاجة؟ ادفع براحتك يا فندم. حبيبي يا ريس. بعد إذنك. اتفضل. صباح الفل مولعة. أو فخر، عايز إيه؟ ولا قاعد هناك ده عفريت ولا جدي؟
هو اكيد عفريت، مفيش جدي بيقعد على الكرسي ويتكلم كده. هو انت ليه مش ملون تحت عينك؟ ولا ده اجهاد؟ يا عم الازازه خلصت مني، وبعدين لو حد سالنا احنا مقشرين ليه كده هنقول له ان احنا راجعين من الساحل. ماشي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. تشربوا حاجه؟ شوف كده هتشربنا ايه؟ اجيب لكم زفت، اجيب لكم قطران. ما تتكلم عدل يا جدع انت. انا مش فاهم ايه قله الذوق دي. يا فندم ده اللي موجود في المنيو. في زفت، في قطران سخن وساقع، في كمان مشروب اللهيب الغير كحولي، في كمان بقى سموزي جهنمي لذيذ قوي هيعجبك. انا هاخد السموزي الجهنمي اللذيذ اللي هيعجبني قوي ده. اوكي وحضرتك؟ لا يا باشا انا هاكل وبعدين اشرب. اوكي يا فندم. شكرا. هو انت اشمعنى طلبت المشروب ده بالذات؟ عشان ما بحبش بقيه المشروبات. فانت عارف ده وبتحبه يعني وجيت تشربه زي ما بتشربه هنا على طول. يا فخر ما تقطمنيش يا فخر، انا بملى مع الراجل عشان ما يفقسنيش. تعرف ان انت اول ما تشربه هتموت يا سيد. بجد يا فخر؟ بجد يا فخر. ده ابتدى بزفت وقطران، قمت انت متفزلك ومتشملل ومختار الانجليزي سبوسي اتشي مش عارف ايه، رحت مختار. شوف لنا الكتاب بس مكتوب فيه وهنوصل لخالد ده ازاي. ده شكله جدي جدي. ما تقعدش بقى تتسحل معاه. بقول لك ايه، عايز تتسحل اكتر بص على اللابس اسود. يا دين النبي. ايوه انا بقول لك مش هنخلص بقى، هنبص دي شعرها ودي دماغها مش موجوده وده مش عارف عامل ازاي، مش هنخلص. اقرا لنا بقى الكتاب ده ايه الدنيا. بص يا اخويا، الكتاب مبدئيا اسمه كيف تعيش مرتاح في عالم الاشباح. انت هتشتغلني ولا دي مفارقه من مفارقاتك؟ لا والله مش مفارقه خالص، حتى ما تضحكش يعني، هو اسمه كده. خد اقرا. تمام تمام. لا 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 انت فهمت ايه، انا مش قصدي يعني اقول انك ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما انت قلتها يا سيد. والله العظيم مش قصدي خالص ان اعيرك من انك جاهل. ما انت بتعمل كده يا سيد دلوقتي حالا. يا اخي انا عمري ما جت في دماغي الفكره اصلا انك امي. امي؟ انا مش امك يا سيد. بقول لك ايه، انا بعرف اقرا على فكره بس انا بكسل. لا هو الصراحه انا فخر انت بتعرفش تقرا. لا بعرف اقرا. طب احلف كده فخر انك بتعرف تقرا. ما ينفعش احلف واحنا في عالم الجن، وبعدين احنا لسه خارجين من الحمام. ماشي اتفضل. بص، اول حاجه بيقولها الكتاب لازم نبقى لابسين التوك اللي على دماغنا دي اللي هي القرون. احنا تمام كده. تاني نقطه، احنا لازم نقوم نتدهن دلوقتي حالا يا فخر. انت بتتكلم بجد؟ امال اللي في وشنا ده ايه، بوسه مثلا؟ سيد ركز في الكتاب بالظبط وشوف هنوصل لخالد ازاي. حاضر اخويا. اهو اهي النقطه دي، النقطه دي بقى هي اللي بتقول لنا ازاي نوصل لاي عفريت، اسمه وعنوانه وكده يعني. لازم نروح السجل المدني بتاعهم، قسم اللبس والتلبيس. حلو، شوف لنا بقى عنوان السجل المدني عندك. مش مكتوب، بس مكتوب قسم اللبس والتلبيس. احلى سموزي الاحلى عفاريت في الدنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. ده جايب لك ام علي اهو يا عم كمان. اتفضل. تسلم ايدك. ده ليا انا؟ ربنا يخليك. تسلم. معلش يا باشا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو فين عنوان السجل المدني؟ ده اخر الشارع بعد سينما جهنم الصيفي على طول. تمام يا باشا، هسألك سؤال تاني. تحت امرك. هو بيفتح امتى الصبح بالظبط عشان نلحقه من اول النهار؟ الصبح. لا ما فيش حاجه يا باشا، شكرا خلاص انا عارف. شكرا قوي. هذا نايس تايم. ايه اللي انت بتتحبب تقوله ده؟ ما فيش حاجه عندهم هنا اسمها الصبح، عندهم هنا الليل بس. يا سلام، انت هتشتغلني انا؟ انت عمري طلع لك عفريت الصبح؟ انا عمري ما طلع لي عفريت اصلا. يعني ما طلعلكش الصبح؟ يبقى بيطلعوا بالليل بس، يبقى ما عندهمش الصبح، عندهم ليل. يا ابن اللذينة، شوف لما بتشغل دماغك يا سيد بتبقى نور وبتفهم ازاي. بنكمل بعض يلا، بنبقى عاملين زي حسام وابراهيم كده. برافو عليك، تستحق بقى تنتحر وانت مستريح. شوف بقى هتنتحر بالسموزي ولا بام علي. لا انا مش هقدر اشرب ولا اكل الحاجات دي. لا لا انا هاكلك ام علي. لا لا جميله يلا. يا الله اكبر، دي قمر. يلا افتح بقى، افتح بقى. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه ما هم عكس عندنا، يعني بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف، زي تايلاند كده والعكس برضه. لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيله يا دي النيله يا حضره، دي رابع مره تعدي عليا واقول لك ان موضوع انك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي مش قراري. وبعدين تعالى هنا، انت مين انت؟ شهادتك ايه انت؟ مؤهلاتك ايه انت عشان تلبس الهضبه ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه، عارفه ليه لازم البسه؟ ليه يا اخويا؟ عشان لو اتساب انا هيجيلي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مره اجيلك فيها، وانا سايب الورشه وقافلها في المرج. ارجوك يا حبلي تساعديني. اولا عنيسه،
ثانيا ان شاء الله تكون جاي من جهنم. انا مالي لما تيجي الاستاذه فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف موضوعك. تعال لنا بعد شهر يا مدام. عنيسة انت اطرش قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم. اهو مسا وخلاص اقمر الامر اللي احنا بس كنا جايين. اما مختار اعمل لي كوبايه زفت عايز اظبط دماغي. وهات لي ميه نار معدنيه، اهم حاجه تكون معدنيه ما بشربش غيرها. حار ونار في جتتك يا فندم. تسلم يا اخويا. ها معلش كنا عايزين نسال بس على عنوان واحد. اسمه ايه الواحد ده؟ اسمه خالد ابو الوفا. مفيش اي حاجه تانية تميزه؟ هو لابس واحده اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا. خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تدينا عنوانه بقى؟ لا الموضوع ده مش اختصاصي. لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده. عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس شهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا، انا مالي، انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده.